متابعي الأعزاء، أسعد الله مساكم بكل خير. عندنا اليوم شيء جديد ونادر، له 37 سنة، اسمه المحجر. تعالوا نعرفكم على المحجر، على من صنع وطرز هذا المحجر. هذا اللي تشوفونه أمامكم الآن، هذا التطريز الجميل والتطريز النادر، يعني هذا اليوم لا نجده صراحة. هذا هو المحجر، هذا تطريز يدوي من سيدة سعودية قبل 37 سنة، أطال الله في عمره، ما شاء الله تبارك الله، شيء جميل جدا. شوف التطريز كيف، تطريز وعمل يدوي من سيدة سعودية، ما شاء الله تبارك الله. طبعا اليوم لو نبي نبحث عن هذا المحجر لا نجده، يعني أو التطريز هذا النادر. طبعا هذا يزين فيه بيت الشعر، بيوت الشعر هذه يزين فيها كمنظر بهالزاوية هذه، حتى إذا جو ضيوف يشاهدون هذا المحجر بشكله الجميل.